الموبايل
تفضل. المهندس خالد السطحي رئيس الاتحاد الافريقي، الاستاذ محمد الدقاح المدير التنفيذي لنادي الصيد، الاستاذ محمد غرابه عضو مجلس اداره نادي انبي، بقيت عضو مجلس الاداره بتقييد الفائزين. لهذا الموسم فهو النادي الأهلي. السيد الاستاذ معتز عاشور رئيس مجلس اداره الاتحاد بصحبه الاستاذ محمد العقده عضو مجلس اداره نادي الصيد بتقليد الفائزين، وايضا يتفضل المهندس اسامه عبد المجيد مقرر لاعب الدوري بتقليد الفائزين.
النادي الأهلي في كل مكان. مبروك لكل جماهير وعشاق النادي الأهلي بعد ماراثون طويل ورحلة أعصاب ومباراتين استمرت لفترات طويلة جدا. فاز في صباح اليوم فريق السيدات بتتويج كأس مصر للسيدات بعد تغلبهم على فريق نادي الزمالك أشواط مقابل لا شيء، وأيضا فوز فريق الرجال على إنبي في ماراثون طويل يمكن الكل أعصابه كانت مشدودة في هذه المباراة. الكل سعيد اليوم، جماهير وعشاق ومجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين، والكل سعيد اليوم بتتويج فريق السيدات والرجال بكأس مصر. معنا مجموعة من اللاعبين لفريق الرجال. كابتن سيد لاشين، ببارك لك طبعا على الفوز بكأس مصر. يمكن انت اول لاعب بدأت اليوم مباريات، توترت بعض الشيء وخسرت اول جيم، لكن قدر الاهلي يعود والاهلي بشخصيته قدر يحقق هذه البطولة اليوم. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله رب العالمين. احنا الماتش كان صعب، مش متوقع ان هو هيمشي بالمنظر ده. يعني الحمد لله رب العالمين ان النتيجه جت لينا في الاخر، ويعني بس عشان الماتش كان طويل وتنشن وكنا مشدودين قوي، لان كان في ظروف حصلت قبل الماتش اثرت على كيان الفرقه، بس كنا مضغوطين وكان لازم نلعب. الحمد لله رب العالمين. يمكن ما وقفناش كويس في اول الماتش، اول ماتشين ما كناش موفقين فيهم نوعا ما، في شويه تواطؤ بفضل الله يعني. ثم كابتن خالد وكابتن شادي مجدي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يعني وقفتهم في الاخر فرقت جامد قوي، اللهم لك الحمد. في الشوط الثالث رجعت الجيم تاني وقدرت ان انت تحط الاهلي تاني على المباراه الفاصله، وجه بعد كده كمل خالد عصر. انت اللحظات دي كانت بالنسبه لك ازاي؟ الضغط النفسي، لان انت كنت نقطه التحول في هذه المباراه. وكان شادي برضو ماتشو وبعدين انت بس انا يعني انا بلعب مع احمد صالح اللي هو يعني تاريخه معروف في البنج يعني، وانا وهو ديربي لوحدينا بيني وبينه. بس يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وقفت الماتش واحساسي بالفرقه الموجوده فريق النادي الاهلي ومسؤوليه بتاعت ان احنا ما ينفعش ان احنا نكون رقم اثنين، اللهم لك الحمد. انا يعني واحد من الناس اللي اثرت فيا قوي اخويا كان قاعد في المدرج وقال لي ما ينفعش تخسر، فدي اثرت فيا. انا كنت في يعني كان في حاله من الاستسلام غريبه عندي النهارده، بس بفضل الله ثم اخويا يعني الحمد لله رب العالمين والجهاز طبعا واللعيبه كلهم وقفوا جنبي فادوني طاقه. انا ما اعرفش انا يعني الماتش مشي ازاي، والحمد لله ان ربنا كرمني وكسبته، والحمد لله بفضل الله رب العالمين الحمد لله. وخلص الماتش وزي ما انتم شفتوا كده لاخر نفس، اللهم لك الحمد. مبروك يا سيد. الله يبارك فيك يا حبيبي رب. ايضا المدير الفني كابتن اشرف عبد الفتاح، واللي كان ليه تعليمات طوال اشواط اللقاء، وبالتاكيد كان ليها العامل المهم طبعا النهارده ان هي تحسم المباراه. كابتن اشرف مبروك، اسعدته كل يوم بعد طبعا ما اسعدوا الفتيات والسيدات صباح اليوم بتتويجهم بكاس مصر وفوزهم على الزمالك. لحظات صعبه جدا، والناس كلها اللي كانت بتتفرج على المباراه حتى ايديها على قلبها لاخر بوينت في المباراه. الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا. وانا عايز بس اقول لك ان ده يمكن اصعب ماتش في تاريخ ماتشات النادي الاهلي في كاس مصر او في الدوري الممتاز، وكان نقطه الفاصله نرجع لنا الماتش تاني ونكسب الماتش الثالث ونقدر نرجع تاني. انا كنت واثق ان سيد هيكسب احمد علي، وانا واثق برضو ان خالد هيقدر يجيب الماتش الاخير. يعني احنا بنحط القرعه بطريقه معينه بحيث ان احنا حتى لو حصل دروب في بدايه الماتشات نقدر نعوضها بعد كده الحمد لله. التعليمات المهمه في اللحظات الاخيره كنت بتتعامل ازاي نفسيا قبل كمان فنيا مع اللعبة؟ يعني الجهاز الفني لازم يكون ماسك نفسه في اللحظات ديت، لان اللحظات دي صعبه. ما كنتش انا بمسك نفسي انا والجهاز الفني وناقل الكلام دوت للعيب بتاعي هتفرط العمليه مننا. فالحمد لله كلنا كنا جيدين، ولو شفت برضو في التصوير هتلاقي في 3 4 5 4 مدربين قاعدين كل واحد بيقول كلمه من عنده اللي هي ممكن تفيد اللعيبه وممكن تساعده في، ودي من احلى حاجه الروح اللي احنا شايفينها على الترابيزه الحمد لله. لقيت اللحظه ان ممكن اي تروب يحصل في المباراه؟ بصراحه بس شادي عدل لنا الموضوع الحمد لله. مجرد ما شادي كسب كنا عندنا امل كبير ان احنا سيد يكسب، ثقه يعني ان سيد يكسب وخالد بعد كده يجيب الماتش اللي بعده. مبروك كابتن. شكرا. انتم مشاهدينا الكرام، اللحظات الاخيره واللحظات الصعبه اللي عايشنا فيها خالد عصر
ولحد اخر بوينت في المباراه كانت المباراه الناس كلها حاطه دي على قلبها. خالد انت النهارده يعني خليت الناس كلها قاعده قلقانه وكل واحد على قلبه في لحظات صعبه، وفي اخر يعني تو بوينتس انت غيرت خالص المباراه. خسرت يمكن اول جيم في الاولانيه لكن قدرت ان انت ترجع وتعوض، ومبروك واسعدت جميع النادي الاهلي بصراحه. ربنا يخلي حضرتك. هو طبعا كان ماتش صعب بس طبعا توفيق من عند ربنا، واحنا الحمد لله استعدينا كتير وربنا ما بيضيعش تعب اي حد، والحمد لله اللي احنا قدرنا نفرح كل النادي الاهلي. اعصابك كانت عامله ايه في اللحظات دي؟ ده يعني ملايين كانت قاعده تتفرج كانوا بيشدوا في شعرهم، انت كنت عملت ازاي مع اللحظات دي؟ كان موقف صعب بس احنا يعني عشان احنا دايما يعني سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب دايما اتحطينا في مواقف صعبه، فالحمد لله الواحد بيبقى عنده ثبات شويه، بس كله في الاول وفي الاخر توفيق ربنا. يعني اطول لاعب في لعبه تنس الطاوله في مصر والمصنف رقم واحد، عندك اكيد اكسبيرينس كبيره جدا بالنسبه ليك في الضغوط النفسيه والمباريات اللي زي دي. انبي اعتقد عنده لاعبين بصراحه يعني النهارده نزقف لهم، عملوا مباراه هايله طبعا قدامك، لكن روح الفالينه الحمراء حسمت اللقاء. طبعا انبي فريق كبير، احمد صالح واحمد نديم واسلام سنبل كلهم لعيبه منتخب مصر وبنلعب مع بعض كتير، فهتلاقي الموضوع اللي احنا معظمنا حافظين لعب بعض، فالماتش بيكون بصعوبه، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب الماتش ونكمل في الدوري ان شاء الله. عندنا اخر شهر 3 اول دوره مجمعه وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. 8-10 بعدين اتقدمت وبعدين فزت، اللحظات دي تحديدا عشتها ازاي؟ نقطتين دول يعني هو كان بوينت واحد بس كان هيروح منك المباراه، ازاي في اللحظه دي اتعاملت مع المباراه وفكرت في ايه ودماغك كانت بتفكر في ايه في اللحظه دي؟ انا فكرت ان انا بس اغير طريقه اللعب شويه، حتى انا اول 10 8 اول مره استقبل الهند قلت ما فيش حل غير كده، هو خلاص بقى حافظ اللي انا بلعب على طول هنا، فقلت ما فيش حل حتى لو خسرت بس ابقى عملت حاجه جديده، والحمد لله ربنا وفقنا. مبروك ليك خالد. ربنا يخليك. شكرا. مشاهدينا الكرام بالتاكيد هي لحظات سعيده جدا لكل جماهير النادي الاهلي. لسه هنعود اليكم بعد لحظات في لقاءاتنا مره اخرى لاستكمال هذه اللقاءات مع فريق معكم في رصد احتفالات فرق النادي الاهلي رجال وسيدات، ويج النادي الاهلي بطلا لكاس مصر اليوم. السيدات فازوا اليوم بثلاث اشواط مقابل لا شيء امام فريق الزمالك. معنا الان الكابتن طارق فوزي المدير الفني لفريق السيدات. كابتن طارق مبروك النهارده، اسعدتوا كل جماهير النادي الاهلي بتتويجكم النهارده وفوزكم على فريق الزمالك. لم يلاقي الاهلي الزمالك في اي نهائي من نهائيات كاس الزمالك ودائما يفوز الاهلي. اليوم كمان كنت دافع معنوي كبير لفريق الرجال. الحمد لله رب العالمين والله، وماتش النهارده طبعا ربنا كرمنا بيه، كان ماتش صعب جدا. انما البنات الحقيقه كان قد المسؤوليه وزياده، عملوا عليهم وزياده وقدروا يحولوا الماتش مكسب لينا 3-0 بحاجه محترمه جدا. ثلاثه اللي شاركوا يمكن النهارده ما كانوش موجودين في الدوري السنه اللي فاتت، انما كلها وزياده واثبتت ان هي قد المسؤوليه وتقدر تلعب اي وقت وتبقى جديره ان هي تمثل النادي الاهلي وتقدر تحقق نتائج محترمه للنادي. يعني فدي حاجه المباراه لما بداتها مريم في الاول
كان برضو في شوية ضغط من الخصم اللي هناك كانت بتلعب واحدة مصنفة رقم واحد في مصر النهاردة من نادي الزمالك، كان تعليماتك ليها ايه من البداية؟ هي دفع المعنوية للباقي اللاعبين اللي هيجوا بعدها. والله انا كنت يعني متكلم مع البنات ومتكلم مع مريم يمكن من يومين نفسيا كده مجهزة، لان طبعا حضرتك عارف ان بيبقى في بطولات فردي، وهي اخر مرة كانت خسرانة من فرح الماتش كان برضو رالي. اتكلمت معاها ان هي جاهزة وهي كانت جاهزة، كنا بنصلح بعض العيوب كده الفترة الاخيرة في النادي قبل البطولة دي، ودفعة معنوية والحمد لله هي عملت اللي عليها وزيادة، يعني قدرت تنفذ بشكل محترم ولعبت ماتش هايل. يعني دعمتوا فريق الرجال وانتوا قاعدين بتفرجوا في المدرجات، كنتوا بتقولوا ايه ساعتها بقى وكنتوا بتدعموا ازاي واصواتكم؟ اكيد يعني كلنا كنا قاعدين بنشجع طبعا، وكلنا كنا مشدودين لان الماتش طبعا مهم بتاع الرجال برضو، بطوله وبطوله يعني احنا ابطالها من سنتين الاهلي في الاولاد والبنات، كنا حابين ان احنا نحافظ عليها والحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. نادين دولاتلي هي البطلة اللي لعبت آخر شوط في المباراة وهي اللي حسمت الفوز. نادين ببارك لك على الفوز اليوم، والمباراة كانت أمام نادي الزمالك. اللحظات اللي عشتيها في هذه المباراة، وعايز أعرف رأيك برضو في مباراة الرجال بعد تتويجهم بمباراة صعبة جدا. طبعا هو الماتش بتاعنا برضو كان صعب جدا برضو، حتى الصفر بس الماتش كان توتر عالي جدا وكان صعب علينا جدا، بس الحمد لله عرفنا نكسبه حلو الحمد لله. ماتشي انا كان يعني في تاني جيم انا فقدت تركيزي شويه، عشان ده اول ماتش العبه من سنتين ونص، علشان كنت حامل وولدت، فالموضوع كان كنت بعيده عن الماتشات بقالي سنتين ونص، فكان التركيز صعب عليا شويه، بس الحمد لله عرفت اجمع نفسي تاني واقف على رجلي كويس. واحد اما بالنسبه لماتش الرجال كان فظيع، يعني محدش كان متوقع اي جيم هيحصل ايه، كان توتر عالي واحنا قاعدين فوق مش قادرين، بس الحمد لله يعني ان هم يعني رجاله فعلا وكسبوا حلو قوي، يعني ما شاء الله، يعني الف مبروك ليك الفوز وان شاء الله مزيد من البطولات النادي الاهلي ان شاء الله. ميرسي قوي، شكرا. ايضا يسرى اشرف حلمي اللاعبه اللي لعبت النهارده من ضمن المجموعه اللي كانت شاركت في مباراه الفوز امام الزمالك. يسرى مبروك ليك النهارده الفوز، ومبروك كاس مصر للسيدات، اضفتوا بطوله جديده لبطولات النادي الاهلي وكنتوا قد المسؤوليه امام الزمالك اليوم. الله يبارك فيك، طبعا ماتش قوي جدا وحلو جدا ان احنا نكسبه، وانا مبسوطه جدا الحمد لله. شفت ازاي المباراه قدام خصم زي الزمالك، خصوصا ان انتوا كنتوا بتلعبوا لاعبات ايضا مصنفات؟ ماتش بيبقى قوي، معروف ان احنا بنلعبهم على طول في نهائي الكاس او في الدوري، او لعبنا بعض كتير قوي، وهم كمان منتخب مصر ولعبناهم كتير قوي، وكمان احنا ما كانش معانا دينا مش في اللعيبه الاولى بتاعتنا، فكان الموضوع ده قبل البطوله مأثر، اللي هو طب يا ترى هنعرف نقف ونلعب الماتش ونكسب ان شاء الله، وكسبنا الحمد لله. عايز تقولي ايه لكل جماهير النادي الاهلي؟ شكرا على كل حاجة، وإن شاء الله ننو أي بطولة طبعا النادي إن شاء الله. مريم العضيبي أول لاعبة كانت بدأت النهاردة الجيم أمام فريق الزمالك، واللي فتحت بقى المشوار لباقي زملائها. ومريم برحب بيكي، وبالتأكيد النهاردة مباراة كانت مهمة وتتويج مهم جدا، وكاس جديد بينضم لكؤوس النادي الأهلي أمام نادي الزمالك. لم يستطع على النادي الاهلي في اي من النهائيات، وقدرتوا تستمروا في حصد البطولات وان انتوا تكونوا في مكانكم. طبعا بحمد ربنا ان احنا كسبنا الماتش، لان هو ماتش الزمالك دايما ماتش صعب وبيبقى ملعوب، فان انا كمان انزل في الفاينل واول ماتش كان بالنسبه لي ضغط جامد، بس كان مديني ثقه ان انا قدها وان انا اقدر اكسب الماتش، وبعدين لما اتقدمت في اللجام جاب لي ثقه اكتر، ووجود طبعا كابتن ومدربين واقفين معانا وزنج، فكان مدينا دفعه كويسه ان احنا نكمل. عشت ازاي اللحظات في المباراه، خصوصا ان انت امام المصنفه الاولى اللي هي لاعبه الزمالك، وهي قدرت تتقدم عليك برضو في بعض الاشواط، كنت ازاي بتفكري وازاي قدرت تغيري خطط اللعب كمان جوه المباراه؟ انا يمكن عشان بطوله السيدات الفاز اللي فاتت لعبت مع فرح واخترت 3، بالنسبه لي ان انا اوريدي عارفه ايه اللي المفروض العب عليه صح عشان لما اجي العب معاها بعد كده اكسب، فمشيت مع الماتش وشفت الحاجات اللي انا بقع فيها رجعت اعملها صح من الاول عشان اعرف اكمل الماتش واكسب. سالتك بقى لكل جماهير الاهلي اللي تابعتك النهارده، ورايك في مباراه الرجال؟ طبعا ماتش الرجال بجد برافو عليهم ان هم عرفوا يكسبوه، لان الماتش كان يعني يعتبر خلصان، فهم وقفوا على رجليهم، فانا بجد بشكر ربنا ان هم كسبوا وان احنا كسبنا كمان، وطبعا عايز اشكر الجمهور اللي كان معانا وبيشجعنا، لان هم كمان جايين وتعبين نفسهم عشان يبقوا موجودين جنبنا، فشكرا لكلهم. مبروك ليك، الله يبارك فيك. يعني اذا مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تتويج اليوم هو يمكن تتويج مهم جدا
خاصة للرجال والسيدات لأنه في يوم واحد سيدات ثم جاء من بعد ذلك الرجال في مباراة ولا أروع مباراة يمكن ظلت لآخر نقطة فيها الكل حط إيده على قلبه مستني ولكن بروح الأهلي ودائما بالعزيمة التي يعرفها لاعبو النادي الأهلي استطاع أن يحقق الفوز اليوم بكأس مصر. وكأس مصر الآن سيكون داخل النادي الأهلي وجدران النادي الأهلي. كل جماهير النادي الأهلي مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي أعضاء النادي الأهلي وكل عشاق النادي الأهلي. تابعنا معكم هذه التغطية من الصالة المغطاة بنادي الصيد 6 أكتوبر نهاية. شكرا جزيلا لكم.